مات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس. والآن سننتقل لمفهوم آخر لكلمة الله، وهي التطهير أو الغسيل أو التقديس. يمكن استخدام عدة كلمات. تعلمون أن كلمة تقديس تعني أن يكون مقدساً، لذا كلمة الله تغسلك، تطهرك، تقدسك، ليس من الخارج بل من الداخل. هل تعرف مدى فظاعة أن تكون قذراً حاراً رطباً وليس لديك طريقة للاغتسال وعليك أن تتحمل ذلك؟ أعني كجندي في الجيش وقت الحرب كان هذا حالنا عادة. ولكن الأسوأ من ذلك أن تكون قذرا من الداخل وليس لديك طريقة للاغتسال. هي لها من ميزة لا تقدر بثمن أن نعرف كيف ننظف أنفسنا. فكر في بلايين الناس على الأرض اليوم الذين لا يعلمون كيف يتطهرون. يا له من امتياز لنا. أفسس الأصحاح الخامس بداية من العدد 25 يشبه بولس علاقة الزوج بزوجته بعلاقة المسيح بكنيسته والتي تدعى عروس المسيح، وهذا ما يقوله: أيها الرجال أحبوا نساءكم. دعوني أقف هنا وأقول لأزواجكن: تلك ليست توصية بل أمر. يوجد كتاب لا أعلم إن كنتم تعرفونه، اسمه طويل: اصنع معروفا لنفسك وأحب زوجتك. وحقا من السخيف أن لا تحب زوجتك، أنصحك بذلك. حسنا، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، كلمة الله. وتلك هي كلمة الله المنطوقة الريمة وليس اللوغوس، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضم أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. تلك هي الكنيسة التي يريد المسيح أن يأخذها عروسا له. ولكن حتى تصبح الكنيسة هكذا يجب أن تتطهر وتتقدس بأن تغتسل بالماء، وذلك بالتعليم والوعظ وقراءة كلمة الله. لقد وعظت في العديد من الاجتماعات في جميع أنحاء الأرض حقا، واكتشفت أن اليوم الكاريزمية والخمسينية لديهم بعض الأفكار عن التسبيح والعبادة. أصبح لدينا فريق ترنيم رائع وبإمكاننا أن نرنم ونصفق ونهتف ونفرح، هذا رائع. ولكني اكتشفت أنه يوجد فرق بين جمهور يتعلم كلمة الله بشكل منتظم، فتجد النقاء والقداسة في عبادتهم التي لا تجدها في جمهور جاء يعبر عن مشاعره ولكنه لا يمتلك طهارة كلمة الله. نعم، لا يمتلكها. الطريقة الوحيدة لوجود عبادة نقية أن يغتسل الناس باستمرار ويتطهرون بكلمة الله، وهذه حقيقة. نعم، الحقيقة أن مسؤولية الخدمة في الكنيسة هي أن ترى شعب الله يتطهر باستمرار بكلمة الله. بالطبع لدينا أيضا مسؤوليتنا الشخصية جميعا أن نكشف قلوبنا وأذهاننا وحياتنا لكلمة الله لتغسلنا وتطهرنا وتنظف كل أنواع الأحجار والأقذار والأشياء التي تعوق حياتنا الروحية والنمو. لذا هذا تأثير آخر لكلمة الله. ثم جانب آخر مهم للغاية لكلمة الله، أنها مرآة. دعونا نفتح رسالة يعقوب للحظة، الأصحاح الأول والعدد 23.
يقول يعقوب: لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة، كلمة الله، وليس عاملا، فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. الصورة هنا أن كلمة الله هي مرآة، ولكنها ليست مرآة تريك ما تراه في المرآة العادية، أي المظهر الخارجي، ولكنها مرآة تظهر لك شكلك من الداخل، تظهر لك حالتك الروحية. ويحذرنا يعقوب من مجرد النظر للمرآة فنرى شكلنا ثم نبتعد وننساه ولا نفعل شيئا، ولكنه يقول إذا نظرنا حقا في كلمة الله كمرآة ستظهر لنا حالتنا الداخلية الحقيقية. عادة عندما أعظ الجمهور أرفع الكتاب عاليا وأقول إنني أحمل مرآة لكم، لن أخبركم شيئا عن أنفسكم، فقط انظروا للمرآة واكتشفوا ما تقوله لكم. عندما أعظ عن الخلاص من الأرواح الشريرة والتي أعظ عنها من وقت لآخر يصاب الناس بالقلق، وأقول لا تقلقوا، لا بأس، لن أقفز من المنبر وأضع إصبعي بين عينيك وأقول إن بك شيطان، ليس كذلك، لا أعمل بهذه الطريقة، ولكني سأرفع المرآة عاليا وأدعك تنظر لنفسك، وبعد ذلك الأمر منوط بك لتقرر ماذا ستفعل بخصوص ما تظهره لك المرآة. إن النظر للمرآة هو مهم للغاية لنمونا الروحي وخيرنا. في كورنثوس الثانية الأصحاح الثالث والعدد 18 يقول بولس شيئا رائعا حقا: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد عفوا كما من الرب الروح. والآن هذا كله في صيغة المضارع، ما يطلق عليه المضارع المستمر، ونحن ناظرين في المرآة باستمرار، نرى مجد الله يكشف باستمرار في المرآة، وبينما ننظر يغيرنا الروح القدس لنشبه الصورة التي نراها من مجد لمجد. هذا رائع، ولكنه يعمل فقط عندما ننظر للمرآة، وإذا أبعدت عينيك عن المرآة لا يعمل الروح القدس. لذا عليك أن تستمر في النظر في مرآة كلمة الله لترى ما يريد الله أن يصنعه منك، وكلما نظرت كلما زاد المجد، إنها ليست جامدة. يقول بولس من مجد لمجد، ترى لمحة لما يريد الله أن يصنعه منك في المسيح وتظن أنه رائع. عندما تنظر ثانية يظهر الله لك أنها كانت مرحلة، ولكن يوجد المزيد، ولكن من فضلك استوعب هذا، الروح القدس لا يعمل ما لم تنظر للمرآة، وعندما تبعد عينيك عن المرآة الروح القدس يتوقف عن العمل فيك. لذا إذا أردت أن تتغير اقضي وقتا في النظر للمرآة، وأثناء النظر سيبقى الروح القدس أمينا ليغيرك. انظروا، لقد اكتشفت شيئا اليوم في العالم، وهو أعتقد معظم الناس لديهم صورة سيئة لذاتهم، لا يفكرون في أنفسهم بطريقة إيجابية، وللأسف هذا صحيح لمؤمنين كثيرين أيضا. أعتقد ربما لا توجد مشكلة يصارعها المؤمنين أكثر من الصورة السلبية للذات، وأنا شخصيا أرى أن الحل الكتابي أن تظل ناظرا للمرآة، لأنها ستظهر لك حقيقتك أولا وهي صادمة، ولكن إن واصلتم النظر ستبدأ المرآة في إظهار التغيير الذي سيصنعه الله لك، كما ستظهر لك قدر قيمتك في عيني الله. أترى، إذا كنا نقضي وقتا مع الكتاب لن نشعر في أنفسنا بالقلة أو أننا بلا قيمة،
لقد ساعدت الكثيرين، ساعدت الكثيرين في هذا الأمر. شيء آخر أقوله للناس، أصغوا، إن قيمة أي شيء هي ما سيدفعه الناس له. قد تمتلك بيتاً وترغب في بيعه، فيخبرك سمسار العقارات أنه يقدر $200,000، ولكن لا أحد سيدفع أكثر من $120,000. لذا القيمة الفعلية للبيت هي ليست $200,000، قيمة الشيء هي ما سيدفعه الناس ثمنا له. والآن ما هي قيمتك؟ كيف تكتشف قيمتك؟ بأن تعرف الثمن الذي دفعه الله ثمنا لك. والله اشتراك بأغلى شيء في الكون بدم يسوع، لذا هذه هي قيمتك الحقيقية، هي ما دفعه الله من أجلك. هل تفهمني؟ لا تدع الناس تشعرك بالدونية، لا تقس نفسك بالآخرين، لا تستمع لكل أنواع التلميحات السلبية، ولكن قل، وقد قلت للكثيرين هذا، قيمتي هي بلا حدود في عيني الله، لأن الله اشتراني بأغلى شيء في الوجود بدم يسوع. هل ترغب في قول ذلك على الأقل الجزء الأول منه؟ سأقولها ورددوها بعدي، قيمتي هي بلا حدود في عيني الله، لأن الله اشتراني بأغلى شيء في الوجود دم يسوع، وتلك هي قيمتي. ويمكنك القول للشيطان لا أهتم بشكاياتك وتلميحاتك لأني أعلم قيمتي الحقيقية، ولكنك لن تعرف ذلك ما لم تقضي وقتا مع الكتاب. فقط الإصغاء لما يقوله لك الله عن نفسك ومحبته لك سوف ينجيك من مشكلة صغر النفس. لذا اقضي وقتا أمام المرآة. معظم السيدات هنا يقضين بعض الوقت أمام المرآة كل يوم. لقد ربيت 9 فتيات بالتبني، لذلك لا أبالغ بخصوص الوقت الذي تقضيه الفتيات أمام المرآة. كم من الوقت تقضيه أمام مرآة الرب؟ لا أقول ينبغي، ألا تهتم بمظهرك الخارجي؟ فهذا مهم، ولكن كم من الوقت تقضيه من أجل الشيء الدائم؟ في يوم ما سيزول الجمال الخارجي، ولكن ما بالداخل ستحيا معه للأبد إلى دهر الدهور، وهو يستحق أن تقضي وقتا لتجمل نفسك في عيني الله. توجد آية جميلة في نشيد سليمان، وهي حوار بين العريس والعروس، وهي صورة أيضا ليسوع العريس يتكلم لكنيسته. في أحد الأعداد يقول العريس: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. وهذا ما يقوله يسوع لنا، والسبب عمل دم يسوع وعمل كلمة الله من أجلنا. قد نشعر بالدونية، قد نشعر بعدم قيمتنا، ولكن إذا قضينا وقتا أمام المرآة سنكتشف أنه يقول لنا: كلك جميلة، ليس فيك عيبة. يجب أن نقضي وقتا أمام المرآة. ثم أحب أن ألخص هذا التعليم عن تأثير كلمة الرب بنص من يوحنا الأصحاح 14 ومن العدد 23. أعتقد أنه أحد الأعداد الرائعة في الكتاب المقدس. أقول للناس: إذا لم يذهلك ما في الكتاب فأنت لم تسمعه حقا، لأنه كتاب مذهل جدا. يسوع يكلم تلاميذه ويقول: إن أحبني أحد يحفظ كلامي. يا لها من علامة عن حب يسوع، حفظ كلامه. ليست الكنيسة التي نذهب إليها ولا الطائفة التي نتبعها، إنها حفظ كلامه، وهذا دليل عن حبنا. ثم يقول على هذا الأساس: ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. يا لها من حقيقة مذهلة. توجد أماكن قليلة جدا في الكتاب تستخدم صيغة الجمع عن الله، عدد قليل. في تكوين
يقول الرب هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، ولكن هنا لا يتكلم يسوع عن نفسه ولا يتكلم عن شخص الآب، يستخدم الجمع الآب والابن، يقول نأتي وعنده نصنع منزلا. يا له من تعبير مذهل، الله القدير خالق الكون، الآب والابن يريد أن يأتي إلينا نحن البشر الضعفاء غير المستحقين ويصنع بيتهم فينا. أليس هذا مذهلا؟ ولكن ما هو الشرط؟ إنه حفظ كلامه، سماعه، تنفيذه، تطبيقه، العيش به. وعلى هذا الأساس كل منا يمكنه أن يكون منزلا للرب القدير. إنها واحدة من الأشياء المذهلة عن الكتاب، هي أن الغرض الحقيقي للبشارة ليس أن نذهب للسماء، بل تأتي السماء إلينا. في الأصحاح الأخير من الكتاب لا يتكلم عن صعودنا للسماء، بل أورشليم الجديدة قادمة للأرض، ثم يقول أن مسكن الله هو مع الإنسان. هذا شيء لا يمكن لعقولنا أن تفهمه أبدا. الله يريد أن يحيا معنا. عندما نفكر في أي نوع من المخلوقات نحن أندهش، ولكن رسالة الكتاب هي ثابتة. قال الله نأتي وعنده نصنع منزلا إن حفظت كلامي. والآن اسمحوا لي أن أخذ بضع دقائق لأختم ببعض الاقتراحات عن كيفية استقبال كلمة الله. لقد تكلمت عما تصنعه بعض الأشياء، يوجد الكثير أيضا، والآن اسمحوا لي أن أخذ بعض الوقت للحديث عن كيفية استقبالها. أحب أن أبدأ بنص قد يدهشك في أشعياء الأصحاح 66، الأصحاح الأخير والعددين الأولين. هكذا قال الرب: السماوات كرسي والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟ ما نوع البناء الذي ستبنيه لي؟ ما نوع الهيكل؟ ما نوع الكاتدرائية؟ يقول الرب أنه لا يستهويني. هو يقول: وكل هذه صنعتها يدي. فكانت كل هذه يقول الرب. والآن تأتي الرسالة: وإلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. يوجد ثلاث متطلبات هنا. المسكين، هل تتذكروا قول يسوع: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات؟ هذا لا يعني أننا جبناء أو مترددون، بل تعني أننا نرى مدى فقرنا في ذاتنا وأيضا حاجتنا الماسة لله. ثم نادما، إنه يعني أننا آسفون على كل شيء قلناه وفعلناه، وأحزن الرب وأبعده عن حياتنا وجعل استحالة سكن الله حقا في حياتنا. ثم يقول شيئا مدهشا: والمرتعد من كلامي. إذن إحدى المتطلبات لاستقبال كلمة الله هي أن ترتعد منها. ارتعد تعبر عن الخوف، تعبر عن الخشوع. تذكر ما قلته منذ قليل، هو السبب. إذا قيل لنا إن الله الآب والله الابن سيصلان لهذا المبنى في غضون 5 دقائق، لا أعلم ما ستشعر به، ولكني سأرتعد وسينتابني شعور: ترى هل أنا جاهز؟ ماذا سيفعلان؟ ماذا يتوقعان؟ كيف يمكن لنا نحن البشر الأرضيون الفقراء أن نكون في مواجهة مع الله الآب والله الابن؟ ولكن يسوع قال: إذا حفظت كلامي أبي وأنا سنأتي ونصنع منزلا عندك. لذا أفهم لماذا يتوقع الله منا حقا أن نرتعد من كلمته، لأن الله بذاته يأتي لحياتنا.
لقد قلت مرات كثيرة، إذا أردت أن تعرف ما هو موقفك من الله اكتشف موقفك من كلمته، لأنه سيكون موقفك من الله. لن تحب الله أكثر من حبك لكلمته، لن تطيع الله أكثر من طاعتك لكلمته، لن يكون لله مساحة أكبر في حياتك أكثر من كلمته. لذا إذا أردت أن تعرف كم يعني الله لك اكتشف كم تعني كلمته لك. هذه هي الإجابة، لأن كلمة الله هي الطريق لمجيء الله لحياتنا. لا أعتقد أن الله يريدنا مرتعبين، ولكني أؤمن أنه يريدنا أن نوقره، يريد منا الخشوع. لن أسترسل في هذا، ولكن من التعبيرات التي ذكرت كثيرا في الكتاب هي مخافة الرب، وهذا لا يعني أن نخاف من العقاب، بل أن يكون لدينا شعور هائل بالمهابة. ونقرأ خاصة في الأمثال والمزامير ما يقوله الكتاب عن مخافة الرب. لا شيء يحمل وعودا للبركة في كل الكتاب أعظم من مخافة الرب. يقول الكتاب المقدس: مخافة الرب للحياة، ومن يمتلكها يبيت شبعانا، لا يتعهده شر. فكر في ذلك، هي للحياة، إذا امتلكتها ستكون شبعان ولن يتعهدك شر. إذا كان لديك فهرس أو أي طريقة أخرى للبحث، خذ وقتا للبحث عما يقوله الكتاب عن مخافة الرب. في الواقع لقد وصلنا لما سأقدمه الآن، لأن الاحتياج التالي هو أن تكون متواضعا ومخافة الرب فيك. المزمور 25 هو المفضل لدي، وهو يخبرنا عن الشخص الذي سيتكبد الله العناء لتعليمه. هل تعلم؟ يمكنك أن تسجل في أي مدرسة للكتاب المقدس، ولكن لا يعني بالضرورة أن الله يقبلك كتلميذ. الله يختار تلاميذه بحسب شخصيتهم، وليس بالتحصيل الفكري أو بالدرجات التي يحملونها. في المزمور 25 يخبرنا ما يبحث عنه الله في الذين سيقبلهم كتلاميذ له. المزمور 25 العدد 8 و9: الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. ما هو الشرط هنا؟ الوداعة. هذا صحيح. في ترجمة أخرى يقول المتواضعون، وهي الكلمة التي أفضلها لأني أعتقد أن كلمة متواضع أفضل إلى حد ما. ثم في نفس المزمور 12: من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. ما هو شرط الرب ليعلمك؟ الإنسان الذي يخاف الرب. هذا صحيح. وفي 14: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. كلمة سر هنا تعني مشورة الرب السرية. الرب يشارك خططه الخاصة مع أي نوع من الناس؟ لخائفيه. نعم، هذا صحيح. لذا هذا هو السلوك الذي نحتاج أن نتبناه. وفي شواهد أخرى يقول إننا يجب أن نختار مخافة الرب، إن لم نختارها لن نحصل عليها. في أمثال 1 يتكلم عن الكوارث التي تأتي على الذين لم يختاروا مخافة الرب. أيضا يعقوب 21 لدينا مرة أخرى، كلها متشابهة. في الواقع وأنا أعلم عنها أتعجب كيف تؤكد كل الشواهد الشيء ذاته. يعقوب 21: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. وهذا هو الشرط الأول، أن ندير ظهرنا لكل شيء نجس وغير طاهر وغير مقبول عند الله. لقد استخدم كلمة واحدة لعمل هذا، ما هي الكلمة؟ التوبة. هذا صحيح، التوبة
تعني أن تبتعد عن أي شيء يحزن الله وغير مقبول له، تدير ظهرك له. لذا يقول يعقوب: اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، كلمة الله القادرة أن تخلص نفوسكم. إذن كيف نستقبلها؟ بماذا؟ بالوداعة. هذا صحيح كما ترى، وكل الشواهد تقول نفس الشيء. ثم عليك أن تكون مستعدا للعمل بما تقوله الكلمة في يوحنا الأصحاح السابع والعدد السابع عشر. يقول يسوع: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ قال يسوع: إذا كان اهتمامك في المعلومات فقط فلن تتقابل مع الله، ولكن إذا كنت تريد أن تعمل مشيئته عندها سيظهر الله لك الحق. أحب أن أقرأ من المزمور 119 والعدد 21 مرة أخرى كتوصية لجميعكم. يقول داود: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ونصيحتي لك: إذا أردت بركة الرب وغناه بالمعنى الحقيقي، فأنت تحتاج أن تحفظ كلمة الله في قلبك. وأرى إحدى الطرق العملية لعمل هذا هو حفظ الآيات. أعتقد أن حفظ الآيات الكتابية في غاية الأهمية. يتكلم الكتاب عن الذين يتأملون كلمة الله. إذا لم تكن تحفظها لا يمكنك التأمل فيها، عليك أن تحفظها لتتأملها. نعم، أحب أن أشارككم شيئا. رث وأنا قرأنا كتابا اسمه الكنيسة في الصين لكارل لورنس، لا أعلم إن كان أحدكم قرأه، أقول لكم إنه كتاب رائع. إن لم تقرأه، خاصة إن كنت من الصين، فأنت تحتاج أن تقرأه. على أي حال، في هذا الكتاب يقول أثناء الثورة الثقافية، هل تعلمون ما هي الثورة الثقافية؟ عندما تم اضطهاد المسيحيين بقسوة، الوحيدين الذين نجوا هم الذين كانوا يحفظون الكتاب المقدس، أما البقية إما انتحروا أو أصيبوا بالجنون أو خانوا زملائهم. لا أعلم عدد الآيات التي حفظناها أنا ورث عن ظهر قلب، لابد وأنها 200 على الأقل حسب اعتقادي، ربما أكثر. لا نفعل هذا للتباهي بل لأجل حاجتنا، فنحن في حرب روحية مستمرة ومعاقل الشيطان تنزعج منا دائما. وإذا لم تكن كلمة الله مخبأة في قلوبنا لن ننجو. نحن نحفظها، نؤمن بها ونعترف بها. لذا هذه هي توصية الختامية لكل من يريد أن يكون مثمرا في الرب. أطلب من الروح القدس أن يريك أي الآيات التي تحتاج حفظها، لأنها قد تختلف تماما عما نحفظها نحن. فليبارككم الرب. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات أو الكتيبات حول خدمة ديريك برينس التعليمية، راسلنا على العنوان التالي: